مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله انه هذا الويكند بتقضوا احلى عطلة اسبوع اكيد، كونه الكل قابض. واكيد يعني هالعطلة هيك شوي بتكون حلوة لانه الجو حلو، مش كتير شوب واكيد مش برد، فحاولوا انكم هيك غيروا جو، مع العلم انه في كتير ناس هلا عم بتقدم فاينل، يعني وصلوا للامتحانات النهائية بالجامعات والمدارس والى اخره، وعم يتحضروا لرمضان وعم يتحضروا لفصل الصيف. اليوم رح نحكي عن مواضيع كتير حلوة واخبار كتير حلوة ومهمة، وكتير هي بتفيدنا اكيد، ورح نشوف شو اخبار العالم من حولنا، ورح نسمع شوية اغاني كمان. واكيد موضوع حلقتنا لليوم على الساعة 2:30 هو كلنا ونحن وصغار كان نفسنا بس نكبر نطلع شيء معين، اللي كان نفسه يكون دكتور، واللي كان نفسه يكون مهندس، واللي طيار. طبعا اغلب الشباب وهن الصغار، يعني اغلب الاطفال شو بدك تطلع بس تكبر؟ بيقول لك طيار. فكتير هاي امور كانت عنا ونحن وصغار، الكل كان وهو صغير بده يطلع شيء معين، البنت دائما وهي صغيره تطلع ميك اب ارتست، يعني بدها تطلع شاطره بالميك اب. انا وانا صغير كان نفسي اطلع محاميه، يعني عشان لساني نوعا ما سليط. فواحد او خلينا نقول يعني كثير نسبه كبيره من الناس اللي كانوا نفسهم يطلعوا شيء معين وهن صغار ما درسوا التخصص اللي كانوا يحلموا فيه وهن صغار. انتوا يلي عم تحضرونا وانت وصغير شو كان نفسك تطلع بس كبرت، وشو اكثر شيء لفتك؟ ما بتوقع رهمة، فانه ايش اكثر شيء كان نفسك هيك تدرسه وانت صغير، او شو كان نفسك تطلع وانت صغير، وشو اكثر حدا هيك سالته طفل شو نفسك تطلع وانت صغير وفاجئك الجواب؟ دائما الولد اللي ابوه دكتور بتساله شو بدك تطلع بقول لك دكتور، اللي ابوه مهندس وهكذا، لانه دائما الولد بشوف حاله بوالده. اكيد هذا هو موضوعنا للنقاش اليوم بفقرتنا تفاعلية على الساعه 2:30. اليوم رح نبلش حلقتنا مع اغنيه، ومن بعديها اكيد بنروح لفقرتنا مع الاخبار المنوعه. وهيك مشاهدينا بنبلش نحن وانتو لليوم فقرتنا مع الاخبار المنوعه. خلينا هيك شوي نكون مفرفشين، كونه اليوم نهايه اسبوع. طبعا في ناس بتعطل جمعه، في ناس بتعطل جمعه والسبت، هدول جماعه الجمعه والسبت، يعني نحن ما بنحسدكم، بس حلوه حلوه صراحه، يعني الجمعه بتروح هيك يعني على ضبضبه، على تعزيل، على شوف اهلك، على هيك، والسبت تكون هيك راحه، لكن مش كلنا عندنا هاي العطله. يلا موفقين ان شاء الله، وخلينا نبلش أخبارنا. وأول شيء بنبلش مع الصحة، شو في عنا؟ تسعة أسباب رئيسية للإصابة بالصداع والنقانق واحدة منهم. خلينا نشوف شو هالتسع اسباب يلي ممكن تعمل لنا صداع، كونه نحن دائما مصدعين، دائما يعني ما بتقعد مع حدا اللي بقول لك مصدع، لانه الصداع صار كثير في له اسباب، غير انه هو مثلا موضوع صحي، ممكن يكون توتر، ممكن يكون نايم غلط، ممكن تكون هيك حركه غلط، ممكن يكون في ناس اوقات من ريحه معينه بصدعوا، من ريحه ادوات التنظيف مثلا اذا كانت هيك شوي حاده، في ناس يعني في كثير امور بتعمل لنا صداع صحيه وغير صحية، يعني دائما خلاص نحن تعودنا على موضوع الصداع صراحة. هلا رح نحكي عن أمور كتيرة، عن أسباب عفوا هي ممكن أنه يكون بسببها نحن بنصاب بصداع، وكيف ممكن أنه إحنا نوقف هذا الألم. خلينا نبلش مع الصداع النصفي واللي هو غالبا وراثي. لو كنت تشعر بحدا هيك عم بدق براسك، فما تستبعد أنه هذا الشيء ممكن يعود إلى والديك، لأن الموضوع ممكن يكون وراثي. فإذا كان حدا من أهلك، إمك أو والدك، بيعانوا من موضوع الصداع النصفي، فتوقع أنه الموضوع عندك يكون وراثي بنسبة 50% أنك ممكن تنصاب بهذا الصداع الوراثي. أيضا بيقولوا أن النساء يصابن بالصداع النصفي أكثر من الرجال، معترين هالنساء قد ما بيعانوا. هذه واحدة من الأمور المزعجة للغاية، إذ قال
الطبيب النفساني عماد بأنه من 16 ل 18% من النساء يصابن بالصداع النصفي بمقابل 6 ل 8% فقط من الرجال، وبيعتقدوا الأطباء أنه الأمر متعلق بالتقلبات الهرمونية عند المرأة أكيد، فهاي التقلبات الهرمونية واللي هي أصلا بيصير في تناقص لمستويات الأستروجين بتزيد من موضوع الألم والصداع، وخصوصا أيضا فترة الحمل وبعد سن اليأس وإلى آخره. أكيد عندما تكون بحاجة إلى شرب قهوتك المعتادة، صدقتوني هلأ لما ما بشرب قهوة الصبح ليش بصدع؟ لو كنت تشرب كوب الإسبريسو أو القهوة تبعتك اللي خاصة فيك كل صبح بساعة معينة، وإجيت تاني يوم وإنت ما شربت القهوة بهاي الساعة أو بلشت يومك بدون ما تشرب قهوتك، حتما رح يصيبك صداع. مش الموضوع متعلق بالقهوة، الموضوع متعلق أول شيء إنه الكافيين يعني موجودة بالقهوة، ومتعلق بإنه إنت معود حالك على شيء، على سيستم معين. فحتى الناس مثلا معودين حالهم على نظام غذائي معين، كل يوم الساعة 10 بيفطروا، إذا صارت الساعة 12 واحدة وما أفطروا بصيبهم برضو هذا الصداع أكيد. اضطرابات النوم هاي نحن مش راح يعني نختلف فيها لأنه متفقين عليها أكيد. ف بيكشف الأطباء إنه الناس اللي بتشكي من موضوع الصداع ممكن إنه يكون الموضوع سببه اضطرابات النوم، ولو كنت أنت مصاب بمرض مثل انقطاع النفس النومي، يعني اذا هدول الناس اللي ما بيناموا بصير في عندهم صعوبة بالتنفس، هدول الناس ما بيناموا بطريقة او هيك مستمرة، يعني نوم مستمر، ضلهم يصحوا بالليل بحسوا حالهم مخنوقين لانه في عندهم مشكلة بالنفس. ايضا عدم تناول الطعام في اوقات منتظمة مثل ما انا حكيت قبل شوي، اذا انت معود حالك على نظام غذائي معين فمش راح انت تقدر تتحمل انك ما تاكل وجبتك هاي الا بالساعة اللي انت متعود عليها، او انه رح يصيبك صداع. هلأ في حالات السفر واختلاف حالة الجو، بهذا الموضوع ممكن يصيبك صداع نصفي لأن المتغيرات أو التغيرات بالضغط الجوي هي بتعمل لك صداع، وخصوصا أيضا التقلبات بين فصل وآخر. التوتر واحدة من هذه الأسباب، فعندما تكون متوترا يرتفع ضغط الدم ونبضات القلب وبيرتفع معها هرمون الضغط اللي هو الكورتيزول. وبيقول هذا الدكتور النفساني إنه هذه الزيادة في النشاط تؤدي إلى تشنج العضلات، وقد يظهر هذا التشنج على هيئة صداع. وبيقولوا انه كمان حاول انك تحك راسك بالثلج وعمل تدليك ذاتي لرقبتك، هذا الشيء بيروح التوتر. حلوة هلا اوقات الناس قد ما بتتوتر بتشد على حالها، لما بتشد على حالها بتتشنج من كل مكان، خصوصا من منطقة الرقبة والاكتاف، لما بتتشنج الرقبة بتعمل صداع مش بينطق صراحة. فحلو لقينا العلاج، انه دلكوا راسكم بالثلج وحكوا راسكم بالثلج ودلكوا الرقبة، هذا الشيء بيزيح التوتر. أيضا ومن واحدة من هاي الأمور هو الإفراط في تناول المسكنات، هذا الشيء اللي احنا قلنا انه كتير غلط. أوقات الناس من قد ما بياخدوا مسكنات بيوصل لمرحلة المسكن ما بيعمل معهم مفعول بجسمهم. كن حذر من الاعتماد عليها هاي المسكنات أكثر من مرتين بالأسبوع، ما بتاخد مسكنات لأن الصداع العكسي وهو واحد من أكثر أسباب الصداع شيوعا يمكن أن ينتج عن الاعتماد المفرط على أدوية مثل بعض الأدوية المسكنة، فبدك تدير بالك من هذا الموضوع. أكثر حبتين بالأسبوع ما فيك تاخذ مسكنات. وأخيرا اتباع حمية غذائية مليئة بمحفزات الصداع. كيف؟ لو تعبت مثلا من تكرار الإصابة بالصداع النصفي فربما يكون الوقت قد حان للتوقف عن زيادة أو زيارة هذا المطعم اللي أنت متعود أنك تزوره، فبتلاقي حالك أنت عم تاكل وجبة معينة، كل ما بتروح على هذا المطعم بيصيبك صداع نصفي. فاعرف شغلة أنه الوجبة اللي أنت عم تاكلها بهذا المطعم فيها محفزات للصداع النصفي، مش كل الأكل بيناسبنا، فلازم نحن لما بصيبنا صداع حاولوا إنكم أنتوا تشخصوا الموضوع. ليش أنا اليوم صابني صداع؟ معقول دي أفلوز، معقول ضغطي مرتفع، معقول أنا أكلت أكل ما ناسبتني، معقول ما نمت منيح، وإلى آخره.
موضوع الصداع هو شيء كتير يومي وشيء بصير مع أي حدا وبشكل يومي، فعشان هيك نحن بدنا نحاول إنه نحاول نفهم شو سبب الصداع ونبعد عن هذا الموضوع. أكيد لسه عم نحكي أخبار صحية ورح بنروح لهذا الفيديو. بتشوفوا يمكن مرة شفتوه هذا الفيديو، بقولوا لك مثلا أشكال الفواكه والخضروات بتشبه هيك أشكال أو بعض أعضاء جسم الإنسان، وفعلا كيف الجزر بأول نظر في هيك لقطة معينة لهيك حبة جزر مثلا أو قطعة جزر بتلاقيها عن جد هي بتشبه العين. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع لكن من خلال هذا الفيديو. خلينا نشوف أنا وأنتو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو أكيد مشاهدينا، وهيك بنكون نحن عرفنا كل شيء شو بده من الخضروات أو الفواكه. فشفنا إنه المعدة بدها زنجبيل والعيون أو النظر بدها جزر. إحنا كنا نقول إنه هاي بس هيك يعني مقولة وبتنقال إنه جزر بأول نظر، بس على ما يبدو شكلها انبلى عن جد. خلينا نروح أيضا ونحكي أمور صحية وأخبار صحية شو عنا بخبرنا التالي. استرخي ولا داعي للركض، فهي جلسات النوم آخر صيحة لخسارة الوزن. بتقول دراسات أكاديمية بأنه فكرة تمارين القيلولة ممكن أنه هي تأكد على هاي الدراسات، لأنه في إلها فوائد صحية هامة التي يمكن أن يتم أو أن تجلبها القيلولة، من ضمنها زيادة الانتباه وتخفيف القلق والضغط وتحسين الحالة المزاجية. ومن خلال هذا النوع من التمارين يستطيع الآباء المرهقون والموظفون المتعبون أن يحصلوا على فترة قليلة من التمارين المتواصلة. هلأ شو علاقة النوم بقرارات الغذاء؟ فطورت خبيرة النوم كاثرين تمارين القيلولة بالإضافة إلى الأحلام، فبتقول إنه تبلغ أهمية النوم أكثر مما يدرك الناس، وبتضيف أننا نميل إلى التركيز على التأثيرات قصيرة المدى مثل الشعور بالإرهاق أو فقدان التركيز، لكنه أيضا هام للتأثيرات البدنية طويلة المدى والصحة العقلية. وبتوضح وبتقول إنه بالإضافة إلى كون قلة النوم ترتفع معها مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، فإننا عندما نكون محرومين من النوم نفتقر إلى الطاقة اللازمة لأداء التمارين بانتظام، وأيضا الصفاء الذهني اللازم لاتخاذ القرارات السليمة بشأن الغذاء والطعام الذي نتناوله، ما قد يؤثر سلبا على صحة أجسادنا على المدى البعيد. يعني نحن متفقين أنه موضوع النوم هو شيء كتير مهم للصحة أكيد، ولا التركيز ولا 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 كتير إشياء. فمعقول إن هالقيلولة تكون واحدة من الرياضات اللي بتفيدني أنا طول اليوم؟ لأنه بكتير شركات حول العالم أهم شيء حتى بالمدارس أهم إشي يكون في عندهم قيلولة. بقولوا لك بمدارس باليابان في عندهم حصة لازم يناموا فيها نص ساعة، مجرد ما انك انت نمت نص ساعة بقول لك انت وكأنك نمت الليل بطوله، بيرجع الجسم نشيط مثل قبل واكثر. قيلولة نص ساعة، مش تنام 3 ساعات تصحى مكسر وتصحى تحس حالك بدك تاكل كل الدنيا، ومن قد ما انت معصب بدك تكسر كل الدنيا. هاي ما اسمها قيلولة، هاي اسمها غيبوبة. القيلولة هي نص ساعة، واحدة تنتين ثلاثة بس، مش تروح تناموا قبل هيك أذان المغرب أو هاي الفترة، ولما تصحى تلاقي حالك مشراني بتقول هم مو قالوا أنه أنا لازم أنام قيلولة. لا أبدا، هاي مش قيلولة أكيد. ومشاهدينا هيك بنكون خلصنا أخبارنا مع عالم الصحة، ورح ننتقل لأخبارنا مع عالم التكنولوجيا، لكن خلينا نروح لاستراحة غنائية وبعديها بنكمل. احنا وانتم مشاهدينا، وخلينا نروح نشوف اخبارنا التكنولوجيه شو في عنا. يلا خلينا نشوف. امراض جديده سببتها التكنولوجيا مثل العين الرقميه وكوع التنس واكتئاب الفيسبوك. نحن
عارفين انه العلاقه بيننا وبين التكنولوجيا ما بتخلى من الاضرار اكيد، خصوصا بالاستخدام الدائم للتكنولوجيا. هلا بهاي الوسائل الحديثه اللي دخلت على حياتنا، هي اوكي عم تعطينا كثير فوائد، لكن ايضا هي ممكن انها تعمل لنا اضرار حسب احنا كيف استعمالنا واستهلاكنا لهاي الوسائل الحديثة. أكيد خلينا نحكي عن أمراض سببتها التكنولوجيا، ومنبلش مع متلازمة الإبهام. خلينا نشوف هذه الحالة سببها استخدام الهواتف النقالة سواء ذات الأزرار منها أو اللمس، حيث تظهر أو حيث نضطر للضغط عليها كثيرا عند كتابة رسالة معينة أو حين نستخدم الإبهام للتنقل بين الصفحات. أيضا من هذه الأمراض متلازمة الأصابع، فعادة ما تصيب هذه الحالة من يمارسون ألعاب الفيديو، لكن مع تطور التكنولوجيا وظهور شاشات اللمس أصبح الأشخاص العاديون يصابون بها، إذ أن أطراف الأصابع ليست مصممة لأن تقوم بالتحرك على سطح قاس ولفترة طويلة. أما بالنسبة لمتلازمة الرقبة اللي هي صيبتنا كلنا، فنشأت هذه المتلازمة المرضية نتيجة التغيير في الوضعية الطبيعية للرقبة بسبب وضعية الشاشة التي ليست أمام الوجه بل في اليد، ما يؤدي لإنحناء الرأس للأمام، وأحيانا يصل الإنحناء إلى 60 درجة، وما يشكل ثقلا على الرقبة فائقا عن الطبيعي، ممكن يوصل ل 27 كيلوغرام، ما يسبب توترا في عضلات الرقبة وأحيانا التيبس والشد العضلي. رح نحكي كمان عن متلازمة العين الرقمية. لم تتطور عيوننا كبشر لحتى تقدر انه هي تحدق بالشاشات لفترة طويلة، الا انه التكنولوجيا فرضت علينا هذا الشيء نتيجة انتشار الشاشات من حولنا في كل مكان، خصوصا انه كتير من الناس اعمالهم تقوم على اساس التحديق في الشاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، ما يجعل عيونهم ترمش بسرعة اقل. الناس اللي كتير كل شغلهم دائما على شاشة الكمبيوتر بضلهم كتير مركزين 7-8 ساعات، لازم انه طول ما انت هيك على شاشة الكمبيوتر لازم ضلك تذكر حالك انه ترمش كتير، ارمش ارمش ارمش، لانه لما بترمش كتير انت عم بترطب عينك، والناس هدول لازم دائما يكون في عندهم قطرة هي بتعمل فريش للعين، في قطرة اسمها ريفريش، هي عبارة عن دموع اصطناعية مهمة جدا جدا، انا بوصف لكم اياها دكتورة ياسمين لانه اي حدا بقدر يستعملها. هاي القطرة هي عبارة عن دموع اصطناعية ترطيب، اي حدا بقدر يشتريها واي حدا بقدر يستعملها، بتحطوها على عيونكم طول ما انتوا عم تستخدموا او قاعدين على الكمبيوتر، لانه عيونكم بصير فيها جفاف، لانه انت دائما مركز هيك مفتح عيونك فمش عم ترمش، لما انت ما بترمش انت هيك عم تعمل جفاف بعينك، فلازم تجيبوا هاي القطرة. ايضا متلازمة كوع التنس، ليكون قصدهم عن هيك، هذه المتلازمة يدل عليها اسمها، فهي عادة ما تصيب لاعبي التنس، الا انها مع تطور التكنولوجيا أخذت شكلا آخرا، فأصبحت تصيب مستخدمي الحواسب نتيجة الحركة الدائمة للأصابع والمعصم، وعادة ما تظهر على شكل التهابات في المعصم، وأحيانا تسبب ألما أثناء الحركة وصعوبة في القبض وحمل الأشياء حتى تلك الخفيفة منها. أظهم عشان دائما هو هيك حاطت إيده ماسك الماوس، هيك وماسك الماوس. أوكي جيبوا هاي تبعت طيب، ما هي عشان يحرك اعصابه وكذا. ماشي. الحساسيه العاليه للامواج الالكترومغناطيسيه، فبسموها هاي ما بعرف اسمها كتير طويل يعني بالانجلش او بالمصطلح الطبي، فتنشا نتيجه تعرضنا الدائم للامواج الالكترومغناطيسيه التي تتولد من كل الاجهزه الكهربائيه التي تحيط بنا. عشان هيك دائما بنقول لكم ديروا بالكم من اطفالكم لما بيمسكوا الموبايلات او هاي الامور، وبضلهم يحطوها هيك قريبه من تمهم. اكيد اخيرا اكتئاب الفيسبوك، طلع بيعمل اكتئاب، عرفتوا ليش نحن مكتئبين؟ تتولد هذه الحالة نتيجة التعرض والاستخدام الدائم للفيسبوك والانفصام
الذي قد يسببه أحيانا عن الحياة الواقعية نتيجة التعلق بالفيسبوك والرغبة دائما بأن يكون الشخص مرئيا للجميع أمام الشاشة، ما يدفع البعض لهدر الكثير من أوقاتهم لإثبات حضورهم على الموقع الأزرق، ما يجعل أوقاتهم بعيدة عنه مأساوية، لتظهر عليهم أعراض القلق والتوتر التي قد تصل للاكتئاب. يعني شو يعني وين يعني كيف ممكن الواحد يترك كل حياته ويركز مع الفيسبوك، يعني يوصل لمرحلة إنه يكنسل كل إشي بحياته عشان بس لازم هو هلأ يكون موجود على الفيسبوك؟ عن جد في ناس 8000 ستيتس بتلاقيه منزل بالدقيقة الواحدة، يعني هيك 24 ساعة فاتح فيسبوك، مش حيكون هيك أكيد. لوين وصلت التكنولوجيا في هذه المباني، أو كيف ممكن تكون مباني ثلاثية الأبعاد، كيف ممكن يكون شكل المباني بالمستقبل، رح نعرف بهذا الفيديو. أب يرضع طفلته الرصاص. شفتوا الفيديو، يعني تقريبا فهمتوا عن شو بيحكي الخبر. فتداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو لطفل صغير هو رضيع عم بيرضع من ببرونة مليئة بالرصاص والطلقات النارية بدلا من الحليب، فيما يظهر الرضيع في الفيديو وهو يحاول النوم في سكينة وهدوء ويرضع يعني من قد ما هو مشتهي الحليب من هاي الببرونة، لكن هي فارغة من الحليب أكيد. لم يتسنى التأكد من تفاصيل هذا الفيديو، لكن لم تتجاوز مدة الفيديو ل 11 ثانية، فبشأن تاريخ تصويره لسه لهلأ ما قدروا يوصلوا لتاريخ تصويره أو من صاحبه أو السبب يلي دفع هذا الشخص الممسك بالببرونة لفعل ذلك مع الصغيرة. في حدا ماسك له الرضاعة، وإلى أن بعض المعلقين على الفيديو لفتوا إلى أن ذلك نوع من حب الشهرة على حساب طفلة بريئة. يعني فعلا هم في ناس علقوا على الموضوع انه هو بس عمل هيك عشان ينتشر وينشهر، بس شو يعني هون شهر لما يعني مو مبين من هو، من الاب، من اللي ماسك الببرونة للبيبي، من الكذا، مو مبين. وفي ناس مش مفهومين صراحة، بس انه يعني وين يعني وين الياي بالموضوع انك انت حاطت رصاص بدل الحليب؟ يعني البيبي يا حرام انت بتحزن عليه اذا كان عم يرضع من الببرونة وخلصت الحليب، ما بتصير تضلها الببرونة بتمه لانه هو فعليا عم ياخد هواء، فرح يعني رح ينتفخ البيبي. لكن شو المبدأ انك انت حاطت رصاص يعني بالشكله تاجر اسلحة ابوه. طب انا وانت رح نروح لفقرتنا التفاعلية، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم. ونحن وصغار كنا دائما يسألونا شو بدك تكبر، بس تكبر شو بدك تصير؟ طبعا 99 و1100% بدهم يصيروا دكاترة، ما بعرف ليه يعني، بس دائما هاي كانت طموحة كتير ناس. شو بدك تصير بس تكبر؟ طيار. شو بدك تصير بس تكبر؟ كذا. شو بدك تصير بس تكبر؟ في طموح عند بعض الأطفال. يعني أنا مرة سألوا ابن أخوي شو بدك تصير بس تكبر، قالهم معلم فلافل. يعني هو يمكن عشان حرام كان بحب الفلافل ومش دائما موجود عندهم فلافل، فكان نفسه بس يكبر يكون معلم فلافل. فالأرقام هلأ صارت على الشاشة، احكونا وانتوا صغار شو كان نفسكم تكونوا بس تكبروا، بدنا نسمع تعليقات من عندكم. ما بعرف ليش نحن بيكون يعني عنا طموح معين ونحن وصغار، بس لما بنكبر شوي شوي بنبلش نغير بهذا الطموح. يمكن أوقات بنقعد بنفكر بسوق العمل، فبتقول لك لا أنا يعني وأنا وصغير كان نفسي أطلع طيار، فمش راح يزبط إني أنا أطلع طيار حاليا، يعني خليني أطلع محاسب لأنه هلأ سوق العمل بيطلب المحاسب أكثر من الطيار، ف هيك رح ألاقي شغل أسرع. سبحان الله بتتغير هاي الأمور كتير. الأولاد أوقات بشوفوا والدهم أو والدتهم وبناء عليها بيقرروا، بس يكبروا مثلا بشوفوا معاناة الوالد والوالدة بهاي المهنة فبيغير رأيه. فبدنا نسمع منكم أكيد شو كان نفسك تكون وأنت صغير. أرقامنا نزلت على الشاشة، نستقبل اتصالاتكم على هاي الأرقام إذا زبطت معكم وقدرتوا تحكونا أكيد. طيب
لا هلا، بس انا كنت بدي اقولكم انه السؤال نزل على صفحتنا على الفيسبوك باسم ياسمين الخريشي، واكيد واكيد انه راح نقرا اي تعليقات. دكتور مهندس محامي تيار، شو كان نفسك تكون وانت وصغير؟ جميعنا كان يحلم بمهنه معينه على امل ان يمتهنها عندما يكبر، لكن ليش جميعا او مش كلنا قدرنا نحقق هذا الشيء؟ شاركونا بموضوع حلقتنا لليوم، وأهلا وسهلا فيكم. أكيد خلينا رغم الأحزان، أنا نسيت شو اسمك صراحة، مش فيفي، لا صح، بتقول منورة ست ياسمين، شكرا كتير لإلك. جرحي بجرحك يا عراق، أنا بتمنى بتمنى انك تستوعب انه صفحتنا لا هي سياسيه ولا هي دينيه، معتقداتك الدينيه خليها لك يا عزيزي، ومعتقداتك السياسيه ايضا او توجهاتك السياسيه ايضا خليها لك، وهاي اخر تنبيه يعني، وبتزعل لما بنعمل لك بلوك يا اخي. طيب حاتم الطائي شو بقول؟ السلام عليكم، تحياتي إليك ست ياسين. والله انا ولا وحده كنت بدي منهم، بحلم فيها وقت كنت صغير. في اتصال؟ طيب بنكمل بنكمل بعدين. يلا معنا اتصال. الو الو هلا الو الو اهلا، من معنا؟ تسمعيني؟ بس انت بتسمعني؟ الو طيب مش ما كان بيسمعني. طيب ارجع احكينا يا عزيزي، ما عرفنا مين كان معنا. حاتم بيقول ولا واحدة كان بيتمنى انه يطلع وهو صغير لا محامي ولا مهندس ولا دكتور ولا طيار ولا ولا ولا، لانه كان حلمه وهو صغير انه يكون لاعب كرة قدم، وهو هلا مكتفي، ما يطلع لاعب كرة قدم لكنه مكتفي بتشجيع فريق ريال مدريد. اهلا وسهلا فيك يا حاتم. معتز زيدان بيقول لي كل عام وصديقتنا الإعلامية ياسمين خريش بمليون خير ويا رب، وهابي بيرثداي لإلك، وإن شاء الله عمر مديد وصحة وسلامة، وتحياتي معتز الزيدان. شكرا كتير لك يا معتز الزيدان، وإنت بألف خير وصحة وسلامة أكيد، وشكرا كتير لإلك يا معتز الزيدان. خلينا نشوف جاسم شو بيقول. لا مو جاسم، من وين جبت جاسم أنا؟ وقاص، صح وقاص جاسم طلع اسمه، ما اتصال؟ طيب خليني اخذ اتصال. الو الو اهلا لا مش فاطمه، منيحه؟ مريم. بلي مريم، اهلا مريم، كيفك؟ اهلا بيك، انا تمام، انت شلونك؟ والله منيحه يا مريم، شو اخبارك؟ كيف انا اعرف صوتك؟ مريم 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 يا مريم مريم. طيب دخلت الاتصالات. طيب ارجع احكينا يا مريم، حتى الحدا يلي كان هو اوريدي هلا راح يكون معنا اتصال، ارجع احكينا. وقاس جاسم، انا قاعد بدقر بالمايك. وقاس جاسم الحماشي، ست ياسمين اميرة شاشة قناتنا قناة سمراء، الحلم كان انه يكون طيار بس الظروف ما سمحت وخلتنا نروح بغير اتجاه، بس قل الطموح شوي شوي، ما بعرف السبب، بس يمكن ظروف البلد غيرت وجهات النظر للمهنة والحكي بيننا. طيب شكرا يا وقاص، مش رح اقوله على الشاشة. طيب شكرا يا وقاص ويعطيك الف عافية. هذا اللي انا كنت عم بحكي فيه، انه كتير كنا ونحن وصغار نحلم بشيء معين، لكن بس كبرنا ما حققنا الشيء اللي نحن كنا بنتمناه. طب ناخذ اتصال. الو كتير كنا ونحن وصغار، لا 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 ما تسمعني من التلفزيون واسمعني من التليفون. مين؟ الو اهلا، مساء الخير. مساء النور، مش حسيتك حابب تشارك يعني هيك، انه شلونك يعني، انه هيك عرفت يعني انه رفع عتب حاكي معنا، بس
تحس حالك مصحصح وجاي على بالك تحكينا ارجع لنا واحكينا، ويعطيك الف عافيه. احنا وانتم بدنا نروح نشوف هذا الفيديو يا اعزائي المشاهدين، لقديش ونحن وصغار كان نفسنا نطلع كذا ونطلع كذا ونطلع كذا ونطلع ونطلع. البنات بحبوا دائما هن وصغار يا بتطلع كوافيره، يعني كوافيره يعني تساريح وميك اب والى اخره، يا كوافيره. دائما نحن هيك نحن البنات، او محاميه عشان بتكون ايش، بدها ترفع قضيه على اخوها بس تكبر، لانه هم وصغار كان ضاربها، كان ماخذ لها شيء من اغراضها، مسامم لها بدنها، فبتقول لك انا بدي اطلع محاميه. طب نشوف الفيديو، ما معنا اتصال. يلا بناخذ اتصال. الو الو، هلا ياسمين. هلا 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 مريم، اهلا بيك، شلونك؟ مشتاقه. انت شلونك؟ أنا تمام الحمد لله. طبعا اليوم منوره باللون الابيض حبيبه قلبي. الابيض دائما هيك حلو بيحلي، صح؟ اكيد، هو يعني لون النقاء. اكيد من لونك يا مريم. احكي لي حبيبتي، ايش رايك بموضوع حلقتنا لليوم؟ مريم خلاص خلاص ما في. طيب يلا خلينا نروح نشوف هذا الفيديو، شو كنت بتحلم تكون وانت وصغير لما بتكبر. يلا. في ناس كتير بيعتبروها أحلام وبيسألوا هل ستقومون بمطاردة أحلامكم أو باتباع أحلامكم. يعني يعني عن جد نحن وصغار لما كنا أقول بدي أطلع محامية، أو أنا كنت بعدين اتطور عندي الموضوع صرت بدي أطلع مهندسة ديكور أو معماري كان نفسي. طب نحن ليش ما حققنا أحلام؟ يعني ليش ما نتعامل مع هذا الموضوع أنه هذا حلم ونحن لازم نحققه؟ شو بصير ما في ظروف؟ ما لها الظروف ولا في شيء مانعنا، بس نحن مش عارفين شو بدنا للأسف. شو كانت بتحلم وأنت صغير تطلع؟ هلا بقول لي مخ رجل إطفاء. طيب عمر محمد الصالحي شو بيقول؟ بيقول أنه في اتصال. أوكي ألو ألو، مين على الاتصال؟ مريم محمد. ألو، هاي محمد ولو. طب عمر شو بيقول؟ بيقول لاعب كرة قدم، لكن الدراسة جعلتني أترك هذا الطموح رغم أنه كانت لدي موهبة بعالم الكرة القدم، لكن رغبة الوالدين حتى حكمت علي انه اترك الكرة واتوجه للدراسة، والحمد لله نحن هلا ابواب الدكتوراه، لكني امارس رياضة المفضلة على فترات مختلفة. هلا مدريد، يا هلا بكل مشجعين ريال مدريد، واكيد واكيد صحيح. ليش الشباب او الاولاد هم وصغار بيكون نفسهم بس يكبروا يطلعوا بيصلح سيارات؟ يعني هذا كثير هواية او طموح. بيكون نفسه يطلع بيصلح سيارات زي الافلام، بس يكبر بيصير هو رالي وكذا وهيك. فهيدا طموحنا، ما بعرف ليش ونحن وصغار مش بنتبع هاي الامور، وليش ما درسنا الاشياء اللي فعلا ونحن وصغار كنا بنتمنى انه احنا بندرسها. مثل ما هلا قال عمر الصالحي بيقول انه ورغبة الوالدين، ليش رغبة أهالينا بدراستنا نحن؟ يعني هلأ شوفوا أهالينا مش كلهم كانوا متعلمين، كونه هم كانوا بزمن شوي مش متوفر للكل التعليم. رح أكمل هذا التعليق قبل ما يروح حميد من الجزائر. حميد كيفك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك؟ طولت علي أخناس من طولت علي. يا حميد زمان طولت علينا الغيبة. نعم، اهلا وسهلا فيك يا حميد، وين كنت؟ الحمد لله على السلامة. شغلي في العمل، شغلي في العمل. بسيطة، يعطيك العافية، يعطيك العافية يا عبد الحميد. تحية ليك. شكرا شكرا، ثانك يو عبد الحميد، شكرا. عبد الحميد يعني شخصية جدا رائعة وتثير فضولي، انه هو حلو انه بيحضرنا بس انه يعني دائما بيحاول انه هو يثبت وجوده، بس هو انسان يعني كثير رائع، يعني صديق كثير رائع للبرنامج، انه لازم دائما يحكينا. وهو على ما يبدو انه هيك ظروف الشغل خلته ينقطع عنا شوي للاسف. مبسوطين فيك يا عبد الحميد. اتصال ثاني، مين معنا؟ الو، اهلا. نوارد. اهلا وعليكم السلام. معاكم نوارد. معاكم نوارد.
انا مش كنت بسمع الاسم كتير منيح، انا اسفه اذا بترجع بتحكينا وبتعلي نوارث. متاكد؟ طيب ارجع احكينا يا صديقي الغالي. بنرجع لموضوع اهالينا. هلا مش كل اهالينا كانوا هن وصغار انه مهيئ لهم موضوع التعليم، فبتلاقيهم بيعوضوا هذا الشيء في اولادهم، فبكون اللي كانت نفسها تكون دكتوره بتضلها ورا بنتها لتصير دكتوره، واللي كانت نفسها تكون علوم سياسيه مثل امي اذا ضلت وراي انه ادرس هيك شيء قريب. فحلو انه هم بيحبوا يشوفوا هذا الشيء باولادهم، لكن برضو انت اللي نفسك فيه لازم هو اللي تدرسه، عشان انت اللي بدك تنجح وانت اللي بدك تشتغل في هذا المجال. فبتلاقوا كتير في ناس انه بيدرسوا شغلة هن ما بيحبوها، ولو بعد حين بيروح بيشتغل بالشغلة اللي هو كان نفسه وهو وصغير يشتغلها، او الدراسة اللي كان نفسه وهو وصغير يدرسها. اكيد. ومثل ما قال صديقنا، درس مثل ما بده اهله، لكن لساته بيمارس هوايته بلعب كرة القدم. ملاك العراقية، يا اهلا وسهلا فيك يا ملاك يا عراقية، بتقول كنت بحلم انه اصير محامية، وانا الان على بعد خطوة من تحقيق حلمي وان شاء الله بحققه. احلى محامية بالعالم يا ملاك، برافو عليك، يعطيكي الف عافية يا رب، وبتحققي هالحلم. الهيئة انه انت بالسمستر الاخير وخريجة، فان شاء الله يا رب يا حبيبتي الله يكتب لك النجاح والتوفيق وتكوني محامية شاطرة. انا والدي كان كتير 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 نفسه انه ادرس محاماة، بس صراحة انا كنت خايفة انه ما اقدر اثبت وجودي بمثلا المحاماه، يعني انه انا اذا كنت ماسكه قضيه وفشت القضيه عادي، يعني يمكن اضلني اسبوع ابكي، يعني ما يعني متعبه صراحه موضوع المحاماه، لكنها حلوه. يا الله لو انا قاضيه. لا لا بتخوف. اتصال، الو، ممكن تظلم حدا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو، السلام عليكم. نوارث، نوارث معاكم. اهلا وسهلا بنوارث، صح؟ بالسين. جمع نورس. اهلا اهلا يا صديقي، كيفك؟ زين الحمد لله. طيب تعلي لي صوتك بس نتفه. زين زين الحمد لله. كانت عندي امي اسمها تصير، ما صارت. شو هي الامنيه؟ كنت يعني انا افضل اكون يعني عارض مالازياء. طب ليه؟ يعني صاحب جسم وهذا بفرق. طب انت هلا شو؟ انت هلا شو بتشتغل يا نوارس؟ انا؟ نجار. طب ليه ما قدرت تحقق هذا الشيء؟ ما يعني امنيتي لان انا صاحب جسم حلو، هاي امنيتي يعني، او جسم مطول لا اصير عوض مال ازياء. ماشي. طب نحن فيها، يعني هي مش شغلة صعبة صراحة، إذا أنت في عندك المؤهلات إنك تكون موديل يعني أو عارض أزياء عند يعني كموضة رجال، ليش لا؟ يعني نحن فيها صراحة، وما في شيء يعني ما في شيء بيتأخر، يعني عادي. في كتير ناس بتروح على المدرسة وبتروح على الجامعة بعمر كتير متأخر، فعادي يعني ما فيها أي مشكلة إذا أنت حابب تتبع حلمك. شكرا كتير لكل اللي عم يحكونا، وأكيد شكرا على مشاركاتكم، وشكرا لكل اللي بعتونا على صفحتنا، وأكيد أكيد شكرا للي بيتواصلوا معي على الخاص من خلال المسجات اللي على الصفحة. أوكي، على الصفحة مش على صفحتي أنا الخاصة. وشكرا كتير لكم. أحمد محمد الصروحي، شكرا كتير لك، وقولي كل عام وأنت بخير وهابي بيرثدي. شكرا يا أحمد الصروحي، وشكرا لكل اللي شاركونا بموضوع حلقتنا لليوم. هلا اذا انت كنت وانت وصغير نفسك تطلع شيء وما زبطت معك ظروفك، فما تعيش ابنك نفس الظرف، خليه هو يحلم ويحقق حلمه زي ما هو بده. ان شاء الله بده يطلع بقص شعر يعني حلاق رجالي، ما تتدخل فيه. امتى ما حسيت انه هو الموضوع يلي نفسه فيه ممكن انه يكون مش صح او مش مع مصلحته او لمستقبله، اتدخل. لكن امتى ما حسيت انه هو في عنده حب لشيء معين، ما تتدخلوا فيهم وخليهم يحققوا احلامهم. بمنا نغلط نفس الأغلاط، والشيء اللي احنا ما قدرنا نحققه خلينا نحن نفتح المجال لأولادنا انهم يحققوا. اكيد نقول باي باي، يلا بلاقيكم السبت، الى اللقاء.